سمعت عنه وباجي هنا كتير. انا بقالي هنا معاك 10 شهور في شيكاغو وان، بس عمري ما جيت هنا بصراحه انبهرت. ويعني ام فيري براود ان احنا الاقصر بقى فيها مكانين زي تحيا مصر وشيكاغو وان، وهم كانوا فعلا محتاجين. حاجه ثانيه اللي احب اقولها بس في الاول خالص، ان الدكتور جمال قال حاجه مهمه جدا، الطب ما بقاش وان مان شو. يعني ما ينفعش اطلع كاونكولوجي واقول انا هعالج باتشر كارسينوما، انا محتاج معاكم حضراتكم تيجوا معايا عشان يعالج باتشر كارسينوما، والتركيز كله هيباتيتس كارسينوما. بس دونت فورجيت ان الهيباتيتس سي بيعمل ليمفوما، بيعمل نان هوجك ليمفوما وبيعمل هوجك ليمفوما. يعني الموضوع انتوا معانا برضه كبير قوي، فبالتالي اتس نوت اني مور ا وان مان شو. ما ينفعش لا حضرتك تعالج لوحدك ولا انا اعالج لوحدك. والعالم كله دلوقتي بيتجه لحاجه اسمها المالتي ديسيبلينري تيم، يعني كل الدكاتره قاعده مع بعض. والكلام ده تم اثباته في ستادي اتعملت في نورث يوروب، جابوا العيانين كلهم بس ده كان في الكانسر، عملوهم دكتور وان مان شو قرر علاج العيان، والعيانين التانيين اتعالجوا في ام دي تي، فرقت في السرفايفل 33%. نفس الادويه، نفس الطريقه، نفس كل حاجه، نفس المستشفى، بس هنا القرار كان جماعي من كذا دكتور، وهنا القرار كان بتاع دكتور واحد. العيانين اللي خدوا قرار الجماعي عاشوا 33% اكتر من الوان مان شو. فدي بس رساله دي از فيري امبورتنت. انا هكلمكم النهارده على الاسبكت بتاع الكلينيشن، انا كدكتور بقى هنعمل ايه. فدي الاجنده بتاعتي. اول حاجه هبتدي ان الابيديميولوجي للبيتسر كارسينوما خامس موست كومن كانسر والسكند موست كومن ليثر. على فكره الكلام ده بينزل في ميكس عشان البريست اند بريست كومن في الانسيدنس، بس اتس نوت ذا كومنست في المورتاليتي. تمام. طبعا من 85% ل 90% العيانين ار سيروتك، ده يوريكم قد ايه ان قضاء على فيروس سي هيعالج لي هذه المعضله الصعبه. ثالث حاله it can occur without cirrhosis. يعني اوكي يس 95% of the cases are cirrhotic، بس هو ممكن يحصل without cirrhosis. ال only paper reviewed في البيبر طلع باي بروفيسور امال سامي ابراهيم، وده استاذ ابيديميولوجي عندنا في معهد الاورام، لقى ان الهيباتيتس كارسينوما واز ذا موست كومن انسيدنس ان بوث جندرز، ميلز وفي ميلز خاصه 44% في الميلز و 45% ان فيميلز، وان كان الهايست انسيدنس لور ايجيبت وايل ذا لوست واز ان ابر ايجيبت. واحنا عارفين ان مصر احنا بنتكلم بالشقلوبه، ابر ايجيبت يعني الصعيد ولور ايجيبت يعني فوق. في الميلز الانسيدنس بتاع الليفر سبيشال كارسينوما، في الفيميلز كان السكند موست كومن، توتال بوث سكسز ليفر كانسر واز موست كومن. طيب وات ار ذا ريسك فاكتورز؟ اي دونت ثينك، يعني طبعا حضراتكم كلكم عارفينها، بس هيباتيتس بي فيروس والهيباتيتس سي، الكوهوليك سيروزز، ميتابوليك ديس اوردرز، الافلاتوكسين، والناش وذ ميتابوليك سيروم اوردر. طيب ايه رايكم نشوف العيانين الهاي ريسك اللي هم الهيباتيتس اللي جم لحضراتكم، وبعدين نعمل لهم حاجه اسمها سكريننج اللي هو الايرلي ديتكشن. طب ايه هو اول حاجه نبدا، هو ايه اهميه السكريننج اصلا؟ اهميه السكريننج ان انا اكاتش الديزيز ايرلي. عندنا في الكانسر كل ما الديزيز يتمسك ايرلي كل ما المانجمنت بتاعه يبقى فيري ايزي. يعني مثال البريست كانسر لو اتمسك بدري 98% نسبه الشفاء، جزء كبير منه ما بياخدش اصلا كيموثيرابي. ده كل ده في الايرلي دايجنوز. عشان كده السكريننج از ون اوف ذا موست امبورتنت ويبنز اللي في ايدينا دلوقتي. طيب يبقى السكريننج تو ديتكت الكانسر في العيانين اللي ما بيشتكوش. مصيبه الهيباتوسيلر الكارسينوما ان العيان غالبا ما بيشتكيش، وغالبا بيبقى بيعمل روتين فولو اب او جاي عند حضراتكم بيتابع، هتلاقوا الماس موجوده او الهيباتوفوكال ليجن، ونبتدي نبدا اجراءات ونطلع الهيباتوسيلر كارسينوما. لكن هل في حاجه ريليتد للهيباتوسيلر كارسينوما؟ بعض الحاجات هوريها لحضراتكم بعد شويه. طيب المحاضره دي بيزد على الـ AASLD ريكومنديشن، ودي اللي هو الجروب الامريكاني الامريكان اسوسيشن اوف ستادي اوف ليفر ديزيز، ومعاها حاجه اسمها ناشونال كومبريهنسيف كانسر نتورك NCCN جايد لاينز بتاعتنا احنا بتاعت الاونكولوجي. دي بيزد على حاجه لسه طالعه في يناير 2017، وزي ما حضرتك قلت لحضرتك دلوقتي هي بتتجدد. احنا بنتكلم حضرتك يناير 2017. احنا خلاص لما تيجي تفتحها اونلاين دلوقتي هتلاقيها اندر ريفيو اند بروجرس. تمام؟
الامريكان اسوسيشن ريكومندد الالترا ساوند سكرينينج فور هاي ريسك انديفيديوال افري 6 مانث ويذ وذاوت الفا فيتو بروتين. من فضلكم الالفا فيتو بروتين از نوت بروجنومونيك كانسر كارسينوما. معلومه انا هقولها لكم برضه ليتر اون ان هم اكتشفوا ان الالفا فيتو بروتين ساعات ما بيعلاش مع الكانسر كارسينوما. ده بالعكس ده الماجوريتي انه ما بيعلاش مع الكانسر كارسينوما. تمام؟ وبيعلى مع الهيباتايتس. وعشان كده تشالوا كده من الامريكان فعلا ريكومنديشن شالته من الجايد الامريكان ايميجنج بس. تمام؟ يعني الالفا فيتو بروتين من فضلكم الكلام ده يعمم على دلالات الاورام كلها. دلالات الاورام كلها از نوت باثوجنومونيك لتشخيص الاورام. انا لا اعتمد على دلالات الاورام. انا متاسف لو حد عنده اسهال زياده وعملت دلالات الاورام القولون هتتعلم. ده مش معناه ان هو عنده. تمام؟ هو ممكن تعمل في الدياجنوزس فيري ليمتد لكن هو كان بروجنوستيك فاكتور لا والمارتنج اوف تريتمنت والاليفيتد بيفور والاليفيتد بروتين لكن هو لان احنا اتفقنا ان معظم الحالات معظمهم الالف فيتو بروتين موست بروبلي ما بقاش عالي ودي مشكله ثانيه بتقابلنا كتير يعني حتى الكت اوف بتاعه بدا ينزل بيه كتير 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 يعني عارف من فوق قوي لغايه 400 وبعد كده 200 حاجه وبعدين شاله خالص من الجايد لاينز. والدكتور احمد وضح حاجه مهمه قوي هو الالف فيتو بروتين يا جماعه بيعلى مع الجيرم سيل تيومرز بيعلى مع حاجه اسمها السيمينوما والنان سيمينوما اللي هي تستيكيولار تيومرز وبيعلى في الجيرم سيل تيومرز في الفيميلز يعني انا والبريجننسي فانا كده بالتالي انا تايه. ده في كلام كمان انه بيعلى في حاجه اسمها البريتونايتد طبعا عارفين اسف البريتونايتد ميستيريوم يعني انتوا واخدين بالكم الالف فيتو بروتين يعني انا العيان لو جالي الالف فيتو بروتين عالي بس ولا لا ولا اكن عمل حاجه اتس نوتنج بالنسبه لي بس هي يعني براكتيكلي انا يعني لو جاي الالف فيتو بروتين فوق ال 1000 انا من قبل بعمل ايمجنج وببقى عارف ان العيان ده عنده بطل عنده فاسكولار ايمجنج طبعا يعني هي دي الحاجه بس اللي هي ممكن تبقى وان برضه سوري في الليفر ترانسبلانتيشن لو الالف فيتو بروتين معدي ال 1000 بيبقى فرصه الريلابس او ريكارنس اوف اتش سي بعد الترانسبلانتيشن بتبقى فيري هاي. راحوا عاملين راندومايز كلينيكال ترايل ان تشاينا كان فيها انكلودد 18816 هيباتيتس بي فايروس بيشنتس. التشاينيز ستادي انكلودد انا اسف توتال يعني مور ذان 9300 لقوا قارنوا الالترا ساوند لوحده في الديتكشن ريت بالالفا فيتو بروتين بالكومبايند موداليتيز اوف الفا فيتو بروتين اند الترا ساوند. الديتكشن ريت في الالترا ساوند كان 84% الفا فيتو بروتين 69% بوث كومبايند 92%. يعني ات انكريزز الافيكاسي بتاعه الالترا ساوند لوحده ما بيعملش حاجه. والفولس بوزيتيفيتي زي ما حضراتكم شايفين والبوست بريدكتيف فاليو ستيل از ذا بيست مع الالترا ساوند والالفا فيتو بروتين. تاني الامريكان اسوسيشن اجين دازنت ريكومند الالفا فيتو بروتين سكريننج يعني التشاينيز ترايل اللي وريتها لكم هي قالت ان الكومباين بيعلي الافيكاسي الامريكان جايد لاينز النهارده كانت 1/2017 اللي هي اندر دلوقتي ابديتنج قالت ان الالفا فيتو بروتين ملوش اي دور والامريكان اسوسيشن بتريكومند سكريننج افري 6 مانث للهاي ريسك بيشنتس الان سي سي ان جايد لاينز بتاعتنا احنا بتاعت الاونكولوجي قالت 6 تو 12 مانث والبانلز مختلفه في حكايه 6 تو 12 مانث والدول الامريكان اسوسيشن قالت 6 والناشونال كانسر كومبريهنسيف نتورك بتاعت الكانسر تريتمنت لسه بينهم تفرقات هما الابديتس بتحصل كل 3 شهور يقعد البانلز كلها تتكلم ونشوف الابديتس الجديده اللي نزلت وبعدين يبتدوا ياخدوا فوتنج اني ريكومنديشن كاتيجوري 1 اي او 1 خلاص مش هنتكلم فيها كاتيجوري 2A يبتدوا يتخانقوا انا ريكومندد ولا لا. طيب الكلينيكال برزنتيشن اول حاجه تحطوها في بالكم بليز الاتش سي سي ممكن اسيمبتوماتيك وانا شفتهم كتير جدا في معرض جاي العيان اندر والدكتور اللي بعته لنا بيقول لك العيان اندر جاله شويه كاسيت اكستنشن بطنه وجعاه عملوا له الترا ساوند لقوا مالتيبل طبعا يجي بقى بالمانيفستيشنز اوف السيروس او الليفر دي كومبنسيشن جوندس ماليزيا انوركسيا ويت لوس اكسايتس هيباتوميجالي او حاجه فيري امبورتنت البارانيوبلاستيك سندروم. يعني ايه بارانيوبلاستيك سندروم؟ دي حاجات بتحصل او سندروم بيحصل مع الكانسر وده في كل الكانسر في معظم الكانسرز بتبقى اندايركتلي بتقول لي الراجل ده عنده ايه؟
ودو اتس رير في الـ في الـ في الهيباتوسيلولار كارسينوما بات اتس ذير. يعني ايه يعني في اللنج كانسر مثلا يجي العيان شكوته كلها ان عضلاته ضعفت ايتن لامبرت سيندروم زي سمول سيل لنج كانسر يحصل ويستنج فيجي يقول حضرتك انا ما بقدرش اقوم من على الكرسي بس لا بيكح ولا عنده مشكله خالص. نيجي نعمل الانفستيجيشن نلاقي عنده ماس موجوده في اللنج تمام اه بالظبط او سكريتين كالسيتونين او يجي بالعام بريزنتنج اول حاجه سيندروم اوف ايه ابروبريت اكيد دايركت هرمون سكريشن ده اول حاجه يعني العيان مش جاي بيكح تمام دي اسمها البارانيوبلاستيك سيندروم مصاحبه للنيوبلازم. طيب ديز ار رير في الهيباتوسيلولار كارسينوما وفيها بيجي معاها الهايبوغلايسيميا يعني العيان اللي عنده دايابيتس جاله هيباتوسيلولار كارسينوما فجاه يلاقي سكره اتظبط وبقى كل ما ياخد الدواء سكره يقع هايبر كوليستيروليميا هايبر كالسيميا وإريثروسايتوزيس فيري كومن في العيانين المالجنسي. يجي العيان يجي يعرضوا عليا ورق ويقول لك اول حاجه تبص عليها حضرتك السي بي سي تلاقي العيان عنده الريد بلاد سيلز عاليه قوي او ثرومبوسايتوزيس البليتلتس عاليه جدا خلاص اول حاجه بس ده من وجهه نظري انا كأونكولوجي هبتدي ادور على الكانسر الاول. مشكله الحاجات دي هي بتبقى في اوفرلاب ما بينها وما بين السيمتومز مثلا في عيان اتش سي في ممكن انا كدكتور الاقي الهيبوكالسيميا عادي بالظبط فهي السكريننج بالالترا ساوند والالفيتوبريتين لان ممكن برضو الناس يعني تبص للسيمتومز دي اللي هي لا كل اللي بيتقال ده انا بره عشان متشكر ان ده كل اللي انا بقوله ده مش باثوجنومولي يعني لو انا عملت سي بي سي النهارده ولقيت الريتروسايتوزيس عندي ده عادي خالص ممكن اشرب سجاير ممكن ابقى ديهايدريتد ممكن اي مين حاجه ثانيه ممكن تحصل لكن بالظبط فبالتالي كل اللي بقوله دي حاجه اسمها عوامل مصاحبه للهيباتوسيلولار كارسينوما كل ده انا لسه ما قلتلكوش انا بشخصه ازاي كل ده بقول لحضراتكم دي حاجات بتخليني ابص اقرب شويه ما فوتهاش. طيب الريتولوجيكال انفستيجيشنز ودي اهم حاجه في الهيباتوسيلولار كارسينوما مثلا كارسينوما من الاورام القليله اللي عندنا اللي بتتشخص بدون عينه يعني احنا وصلنا بالجايد لاينز الجديده دلوقتي ان انا مش محتاج اخد عينه من العيان عشان اقول ده عنده كانسر كارسينوما ولا لا مع ان القانون في الكانسر عينه ما فيش حاجه اسمها بتيجي بالشبه ما فيش حاجه اصل السي تي عنده بطيء خالص غالبا بروكوجينيك كارسينوما ديفرنشال دياجنوز وماس في اللنج حدث بلا حرج تمام فبالتالي ما اقدرش ارجع اقول يعني الوحيده من الاورام القليله قوي اللي ما بحتاجش فيها بايوبسي هي الهيباتوسيلولار كارسينوما. الهيباتوسيلولار كارسينوما دكتور احمد منشن ان هو هايلي فاسكولار من فضلكم نركز في حته هايلي فاسكولار ايه؟ لان هو ده اللي هنبني عليه التريتمنت بعد كده. هايلي فاسكولار يعني ايه؟ يعني المرض دخيله دم كتير قوي. الكانسرز عموما بتعمل حاجه لطيفه قوي ان هي عباره عن خلايا اتجننت بتقعد تعمل نيو فاسكولاريزيشن، نيو فاسكولاريزيشن اجيب ارتري صغيره تخش لي عشان اعرف هاكل كتير. عشان كده it's rapidly growing تمام والفيري كومن ان كل ما الماس يكبر كل ما تلاقوا النص بقى نيكروتيك مات والبريفري هي اللي عايشه ليه؟ لان الدم مش واصل كفايه للجوه خلاص بس اهم حاجه هايلي فاسكولار تيومر وده اللي حاوي وانا بقول لكم التريتمنت هتلاقوا ان كل اعتمادنا على الجمله دي. طيب يبقى هايلي فاسكولار تيومر ذات درايفز بلاد سبلاي من هيباتيك ارتري مش من البورتال فين وحضراتكم اعلم مني طبعا وصلحوا لي لو انا بقول حاجه غلط ان الميجر سبلاي هو مينلي هيبقى البورتال فين مش الارتري تمام unlike the liver which derives its blood supply from both the portal والفين والهيباتيك ارتري بس مينلي من البورتال فين قدامي 3 موداليتيز ان انا اشخص بيها الهيباتيك كارسينوما في الدايناميك ام ار اي وفي الفيزيك سي تي وده المشهور وفي الجديد اللي نزل في يعني في الجايد لاينز الكونتراست انهانس الترا ساوند كيب ان مايند ان هو اتس نوت اولويز افيلبل في امريكا نفسها. طيب ده الدايناميك ام ار اي اتفضل. بالنسبه للنيرو في حالات الاتش اس هي نوت انديكيتد ولا كونترا انديكيتد؟ لا نوت انديكيتد لسه نوت لا مش كونترا انديكيتد اتس نوت انديكيتد لان ممكن حضرتك بعد كل اللي احنا عمالين نقوله ده كله هيجي عندك سبوت موجوده حضرتك مش عارف ايه. وات اباوت سيلينج؟
فندم سيلينج سيلينج بمعنى انا اسف سيلينج للبراك انا باخد بايوبسي سيلينج اوكي السيلينج في الهيباتوسيلولار كارسينوما هي يوجوالي السيلينج بتخف منه اكتر في الحاجات اللي هي هولو اورجنز يعني سوبر رينال ما اقدرش اتحملها لان انا هعمل ديسيميشن في البروتونيوم هعمل له ميتاستاسيس التستس ديفينتلي هعمل في السكروتر تمام انما لو حضرتك بري بلاند سيرجري من الاول في الهيباتوسيلولار كارسينوما از نوت كوم السيلينج يت التستس الاوفري الميزوثيليوما اكتر كل الحاجات دي كلها انا وانا بسحب هو السيدلينج يعني ايه يعني وانا بسحب بالابره العينه خليتين ثلاثه وقعوا في هولو اورجن زي البريتونيوم يبقى انا حولت العيان من لوكالايز ديزيز لميتاستاتيك ديزيز يبقى انا اللي اي ستيجد اب ذا بيشنت من ستيج 1 لستيج 4 وانا اللي عملت كده لو في بري بلاند سيرجري زي في الميزوثيليوما مثلا وانا بسحب بقى لازم اعمل تاتوينج للحته اللي سحبت منها عشان الدكتور وهو في العمليه يشيل الحته اللي انا خدت منها البايوبسي سكن وكل الاورجنز اللي تحتيها تمام ده دايناميك ام ار اي ليفر وذيس از ون اوف ذا ريكومندد انفستيجيشنز في البيسيرال كارسينوما تراي فيزيك سي تي حضراتكم اساتذه في الموضوع ده محتاج بس انا بوري حضراتكم بس ان بس اتس كاركترايزد باي ايرلي ابتيك احن الصبغه ايرلي ابتيك ورابيد ووش اوت اختفي بسرعه السبب هو بس في مشكله في الترايفيزيك سي تي لو هي هايبر كوت ليجنز بالنسبه للترايفيزيك سي تي ممكن المشكله دي تتحل اكتر مع الدايناميك ام ار ار بيعملها كتير فالعيان بيبقى هو اصلا هايبر كوت قبل ما ياخد الداي بعد الداي بيبقى نفس السيم اللي شاف ما بنقدرش نحدد اللي هي رابت الارتيريال انهانسمنت ولا الرابت وش اوت معاه فبيبقى الديناميك ام ار اي بس للاسف مش متاح كتير وبرده تقريبا الاجهزه لها سايز معين للعيان عامل لنا مشكله ساعات في حالات كتير ما بنقدرش نعمله. قصدي حضرتك سايز من ناحيه الاوبيزيتي يس يس احنا عندنا مشكله كبيره في معدل الاورام كمان برده ان التشين بتاعتنا بتاخد 140 كيلو احنا جالنا كذا بيشنت ما عرفناش منهم حاجه خالص مش عارفين دخلوا لا سي تي ولا ام ار اي والالترا ساوند طبعا مع هذا الكم من الفات كويستشن تمام؟ نيجي بقى حاجه ثانيه which is more advanced عالي الالترا ساوند اللي هو contrast enhanced الترا ساوند انا بدي عين كونتراست واعمل الترا ساوند ده العادي حضراتكم عارفينه اهي ماس جوه ده الكونتراست انهانسمنت الموجود انا مش راديولوجيست بس ده لسه ريسنتلي نيو و اتس نوت اولويز افيل اي دونت ثينك في حد في مصر بيعمله اصلا يمكن انا ام نوت اوير ان في حد في مصر انا ما اعرفش كاونكولوجيست هو المشكله في الضايع بالظبط انا اشتغلت على الكمبيوتر من سبع سنين على الكمبيوتر وجبناه هنا في مستشفى وادي النيل اشتغلنا حالات بس كانت على حسب عدد حالات السابقه خلصت وقت ما طيب انا عايز اقول لحضرتك ان في اللي هي فرق او هي السابقه نفسها مش موجوده مش قابلهم في مصر لا اتس نوت ريدي نيوكليير اتس جاست ان هي بت انهانس الالترا ساوند بي سي بالظبط وكل ثاني بتعتمد زي ما حضرتك سمعتوا الفاسكولاريتي از فيري امبورتنت ودي الطريقه اللي هخش بيها للتريتمنت اوف فاتر بيرسون طيب الامريكان اسوسيشن ريكومندز ذات ذا موست اكيوريت از دايناميك ام ار اي اند contrast enhanced ultrasound in a 1 to 2 centimeter nodule in cirrhotic patient تمام يعني ما بقاش trifysics CT number 1 بس ده according to availability عشان ما نجيش انا مش بحط الجايد لاينز اللي تعجزني عن شغلي طب انا ما عنديش contrast enhanced ultrasound بس يعني موت لا عندك trifysics CT موجود وريكومند تمام بس والديناميك ام ار اي اي ثينك بقى دلوقتي اي جهاز ام ار اي كان دو ا دايناميك من الجداد طبعا مش من الجداد الديناميك ام ار اي somehow دلوقتي بقت available تمام but a biopsy is mandatory for other liver disease وهي دي بين اللي قلت لحضرتك هنقولها دلوقتي ان الانسر روزز ممكن ما تاخدش biopsy other liver disease you must take a biopsy برضو recommendations ودي الامريكان ريكومنديشن بتاعت ال AASLD وال NCCN confirmed two modalities يعني لو عملت trifysics CT وديناميك ام ار اي والاثنين قالوا ده HCC ثانك يو سو ماتش من غير بايوبسي ابتدي اعمل تمام
Biopsy is only recommended in lesions not fulfilling the criteria for contrast enhancement. يعني حضرتك عملت dynamic MRI او عملت tri-phase CT او whatever contrast enhancement ultrasound لقيت ان حضرتك ستيل شاكك خلاص انت في القصه go for a biopsy. عشان كده it's not recommended بس مش prohibited. يعني لو حضرتك لسه مزنوق طب انا حضرتك السنتر بتاعي ما فيهوش غير tri-phase CT خش على biopsy تمام؟ ما تعتمدش على الالفا فيتو بروتين من فضلكم. بليز اتس نوت ان انديكيشن اني مور اتشالت خلاص بجد الالفا فيتو بروتين هتابع بيه العيان ريسبوندنج ولا لا ده لو كان اساسا من الاول عادي. طيب راحوا صعبوا لنا الامور اكتر قال لك الجروينج ماس وذ نيجاتيف بايوبسي دازنت رول اوت اتش سي سي تاني. يعني لو عندي ماس في الليفر بتكبر وحضرتك خدت بايوبسي وطلعت نيجاتيف ولقيتها بتكبر this doesn't rule out HCC. It depends انت خدت بايوبسي ايه. طيب الفا فيتو بروتين more than 400 نانوغرام per ml is observed only in small percent of patients. ولا تاني حطيتها هنا بعد اذنكم الامريكان اسوشيشن قالت ايه؟ does not recommend الفا فيتو للفضل. بس لو الفا فيتو اكتر من 400 هو في قولان لان الكلام القديم زمان ان هيباتيتس بي كان يقول لك فوق ال 1000 عشان يبتدي يقول الف فيتو بروتين ده ممكن يبتدي يبص عليه بالظبط. هو حضرتك هو هما هو اللي بيقول حضرتك ان سمول بيرسنت اوف بيشنتس هو علشان شالوها اصلا بوزيتيف في عيانين قليلين وبالتالي هيبقى فوق ال 400 في عيانين اقل لان الكات اوف مش 400 الكات اوف 200 فهو هيبقى سجستيف من فوق 200 لكن فوق 400 اي سي انا لو فوق 400 في عيان سيروتيك انا ام شور ان هيبقى فيه ليجن. بقول لحضرتك بس هي نسبتها هو الجونيور نمبر قليل في الهيباتيتس بي الريكومنديشنز عندنا في الانكولوجي فوق ال 1000 والاس والاتش سي بي 400 ده في الجايد لاينز بتاعتنا احنا تمام. يت جت النهارده اهو حضرتك دي ابديتد واحد 2017 قال لك ما تستعملوش اصلا لا فوق ال 1000 طبعا تبتدي تدور كويس بقى يعني تبتدي تدور فوق ال 1000 لا لان حضرتك زي ما انا وريت لحضرتك اتس نوت ريكوايرد فور دايجنوزز ريكوايرد فور فولو اب وشالوها خلاص من الجايد لاينز بس هي بتشال الكيس اللي قبل كده كمان لا انا بتكلم على الان سي سي ان جايد لاينز بتاعتنا احنا كاونكولوجي في 2017 قال لك متشكرين ومشوا بالكريتيريا بتاعت الامريكان اسوسيشن قال لك شكرا مش عاوزها ثانك يو سو ماتش مع ان زمان هو الليفر بالالف ده فاسكولار انفيجن هتلاقي فاسكولار انفيجن في العيان يا اما مورتال بيتروبوزيس يا اما مايكرو فاسكولار انفيجن في الكسور لا لا اتس نوت ان ده يعني ما ينفعش تقول الف فيتو بروتين في الدايجنوز وات ايفر احنا ككلينيشنز بقى ساعات انا بقى الجايد لاينز مكتوبه واضحه انا بخاف برضه هقول لك بصراحه يعني بيجي عيان الف فيتو بروتين بتاعه 2000 ولا 1500 انا مره حضرتك انا شفت رقم انا ما اعتقدش ما اعرفش حضرتك شفته قبل كده ولا لا بس انا مغرب كان 1,200,000 قدامي والعيان كان مكتوب عليه لا يعود للاعلام مره اخرى هو كان في عيان شفته كده بس ما كانش بوست فايرال انفكشن كان مالتي سنتر اتش سي اتش سي سي والالف فيتو بروتين بتاعه كاتب مور ذان 150,000 لا انا بقول لحضرتك ده مكتوب انا مكتوب 1,200,000 يعني هو يعني اللي لقطها بطريقه لا ليه في فيجر في ماشين تطلع المليون دي لا ده انت بتعمل دايلوشن عنيف عنيف لكن دي الكلام ده 2006 انا شفتها مره بس مع الاورام ايوه فيها خمس سنين غالبا بس يعني الراجل انا شفته اللي هي مش هتوصل كده خالص انت عارف حاجه 150,000 دي انا اتفضلها يعني سواء هو العيان يعني بط كياري مش اتش سي بي ولا اتش بي هو ده اللي احنا بنقوله لحضرتك برضه ان قصدي ما انا مش عارف 150,000 يعني بس الجايد لاينز اللي بتقولوا واحنا ككلينيشن بنطبق الجايد لاينز يت برضه يو تيلر ذا تريتمنت تو ذا بيشنت يو تيلر دايجنوزز تو ذا بيشنت لان العيان بتاع الاس سي سي برضه حضراتكم ما بيجيش زي الكتاب ما بيقول في الاونكولوجي يعني القرايه حلوه قوي العيان بيجي حاجه ثانيه خالص انا قلت لكم ممكن يجي بريزنتنج ان رجله وجعان ويطلع عنده في الاخر لنج او عنده دي في تي ويطلع عنده كانسر كله طيب common sites for metastasis بالنسبه للليفر هتبقى اللنجز الابدومين الليمف نودز البون والبريتونيوم وده دول الموست كومن لكن انا شفت قبل كده عيان جاي اتشخص بالشالوم ده له كان فقع في كتفه من ورا خدوا له بس تراك كانسر بس سكابسول لا لا في ظهره في السكابل من ورا بتاع كده بطيخه طالعه خدوا منها بايوبسي تراك كانسر بس
بصينا على الليفر لقينا فيه ليفر ليجيون. طيب ده بس تذكره بس بالتشايلد او، ودي مهمه قوي ان انا تركيزي كله هيبقى على تشايلد او 1 ستيج 1 بالنسبه للعلاج بتاعي النكسافار المشهور. They are trying to implement it لبدايه التريتمنت للعيان، بس لسه نوت ان ذا جايد لاينز. الوحيده اللي ابروفد ولسه في الجايد لاينز تشايلد او. دول الستيجنج سيستمز، عشان كده مش هتكلم عليهم. زي ما حضراتكم شايفين ايطاليا ليها حاجه، تشاينا ليها حاجه، جابان ليها حاجه، اسبانيا، الامريكان الاي جي سي سي، الفرنش سيستم. فكل واحد ماشي بمزاجه، وزي ما انتم شايفين وده يرفلكت حاجه واحده بس، ان الاتش سي سي تريتمنت مفيش حد لسه اجمع عليه. انا متاسف ان اقول كده بعد كل اللي عاملين نقوله ده، ان هم كل الدول في العالم كلهم ليهم طريقه، كل بلد ليها طريقه، وده عكس الليمفوما واللونج والحاجات بتاعتنا الثانيه بتاعت البريست كانسر. البريست كانسر هيتروح امريكا هتتعالج زي ما هتروح الهند زي ما هتيجي هنا في مصر هتتعالج. اتش سي سي لا. طيب مانجمنت نمبر 1 سيرجري، وما تفكرش في حاجه ثانيه. لو العيان امينبل فور سيرجري يبقى ذيس از ذا اونلي كيوريتيف ديزيز. ووصل التكنولوجي دلوقتي في السيرجري ان هم بقوا بيبيك اللوبز اللوبز اللي بتاعوها او السيجمنتس اللي بتتشال. حضرت محاضره مره كان من 2007 كان عن الكانسر كولون ميتاستاتيك للليفر. كانسر كولون ميتاستاتيك للليفر لو هو مالتي سنتريك في الليفر الموضوع خلاص بقى صعب. ده وصلوا مرحله حضرتك ان هم سابوا تو مش لوبس تو سيجمنتس والعيان صح. وكلنا طبعا رفعنا ايدينا، كان مثلا في بتاع 50 واحد رفعوا ايديهم، انت هتقول ده ازاي؟ بس هم ده الترند اللي هم ماشيين فيه اللي هو سيجمنتكتومي. تمام؟ اتفضل. هو ده في حاجه اسمها فيريومتري. مش عارف اتكلم؟ سي تي وفيريومتري. بيحدد لك بالظبط يعني كل سيجمنت من الليفر دي الفوليا بتاعها قد ايه؟ والريميننج ليفر فوليا بوست سيرجري هيبقى قد ايه؟ فانت بتبقى ماشي اكوردنج كده. انا ممكن اخد اكتر من سيجمنت لو الفوليا اللي هو الريميننج هيبقى سفشنت يمنتين الفانكشن بتاعه الليفر. لان هو سونار كورليتر هيريجنريت. طيب it achieves a 5 year survival of 70%. عندنا في الاونكولوجي لما بنقيس يوجوالي بنقيس 1 year survival 3 year survival 5 year survival. 5 year survival يعني كمان 5 سنين عندك البروبابيلتي انه يبقى ان شاء الله عايش ديزيز فري 70%. تمام؟ نيجي للراديو فريكونسي ابليشن، ودي بيتهيألي حضراتكم عارفينها طبعا اكتر مني، بس هقول شويه كلام عليها. superior to percutaneous ethanol injection. percutaneous ethanol injection يعني انا بخش بالانجكشن على الليجن احقن في ايثانول اموته. It's not commonly used anymore. مش radio frequency اسف، percutaneous ethanol injection. radio frequency ablation is more effective in tumors less than 3 cm. الايديا كلها انا بدخل الابره ليها multiple heads تخش جوه التيومر vibrate at a certain frequency تعمل heating تموت الهيباتوما او الهيباتوما كارسينوما الصغير. وفيري افكتيف ليس ذان 3 سنتيمتر، الرينج بتاعها فروم 3 تو 5 سنتيمتر. الكلام الجديد دلوقتي انا ما بقتش اعمل راديو فريكونسي ابليشن، بقيت اعمل حاجه اسمها مايكرو ويف ابليشن. ودي برضو نيور تكنيك ونوت ريدلي افيلبل في كل حته. ستيل اتس ذا سيم كونسبت يوزنج بس المايكرو ويفز. ترانس ارتيريال كيمو امبولايزيشن بالنسبه للراديو فريكونسي بس هو من 3 ل 5 انا في احتمال من 2 يا اما وادي ليجن ما تعديش ال 5 سم او 3 ما تعديش ولا فين تعدي 3 سم على اساس ان لو حد فينا شاف تقليل صناعه السايز بتاع الليجن مهم جدا والديسيجن بيتاخد بناء عليه. لو واحده اقل من 5 ممكن يبقى فيت فور راديو فريكونسي، لو 3 مفيش حد واحده فيهم معديه ال 3 هيبقى فيت فور لوكال ابليشن بالراديو فريكونسي. تمام. أراد الترانس أرتيريا أو الكيس الترانس أرتيريا كيمو إمبولايزيشن، وده زي ما اتفقنا التيومرز مين بلاد سبلايز فروم هيباتيك أرتيري. فأنا بخش ثرو ذا أرتيريال تري من فيبرال أرتيري أوصل للفيدنج أرتيري بتاع التيومر وأحقنه كيمو إمبوليك ماتيريال، يعني حاجة تقفل البلاد سبلاي وفي نفس الوقت جواها كيموثيرابي يأكت لوكالي على الليجن إتسلف. ودي يوجولي في التيومرز اللي هما مور ذان 5 سنتيمتر. هل ينفع نعمل كومبينيشن ما بين الريديو فريكونسي ابليشن والكيمو امبولايزيشن؟ يس وي كان دو.
ان نبدا في التيومرز الاكثر من 5 سم نعمل كيمو امبولايزيشن يشرينك ان سايز تيجي نعمل تراي فيزيك سي تي لاقي لسه ستيل فايبل بات هيز سايز از اباوت 2 تو 3 سم خش اعمل فيديو فريكونسي ابليشن بيعمل لها حاجه اسمها داون ستيج بالظبط اللي يدخل بتكنيك ينقلها من ستيج لستيج اقل على اساس تبقى يقدر يعمل لها بعد كده الفيديو فريم مظبوط بس للاسف اتس كونترا انديكيتد في وجود البورتال ليه؟ لان هو البورتال فينتروبوزز ده مين بلاد سبلاي وانا رحت كمان قافل له الاوبتيك يبقى انا دخلت العيان في اكسلريتد ليفرسال فيلير وانا اللي موت العيان تاني بقى. في ناس حتى مش هو بيخش على السلكتف قطري يعني انت مش فيك النيرات كارد انت بتخش النيرات كارد اللي فيه التيوم بس هو بص هي حته البورتال فينتروبوزز دي فيها جزئين لو في كومبليت بورتال فينتروبوزز توتال بورتال فينتروبوزز ده كونترا انديكيتد لكن لو برشا بورتال فينتروبوزز فيها جزئين جزء انترناشونال جايد لاينز وايجيبشن جايد لاينز الانترناشونال جايد لاينز ريديو امبولايزيشن ريديو امبولايزيشن وانا في حاله بيور ده على ريديو امبولايزيشن والستاتس ريت بتاعه بيبقى 1% ريديو اكتف كانت تشايلد ايه وهي كانت تيبيكال للفيت في الكيمو ريديو امبولايزيشن وعملنا لها من حوالي 4 سنين وست اغلب انتي فايرال تريتمنت بعد كده وست البروجوز بتاعها كويس جدا الكوست هيروك طبعا كان 140,000 جنيه حوالي من 3 سنين لكن الايجيبشن جايد لاينز عشان فكره الريديو امبولايزيشن بتبقى فيري اكسبنسيف فبيعملوا كيمو امبولايزيشن للعيان اللي عنده برشا بورتال فينتروبوز طبعا ده محل نقاش كبير بس هم بيوفقوها على حسب الامكانيات المتاحه لكن الانترناشونال جايد لاينز بارتر في برشا بورتال فينتروبوز ان يعمل ريديو امبولايزيشن بسيشن بتو سيشنز بيعمل سيشن تحضيريه الاول بتبقى الكوست بتاعتها قليله ولو بيبقى فيت للريديو امبولايزيشن بيعملوا السيشن الثانيه بعدها حضرتك في اوريدي اون جوينج ترايل حاليا في معهد الاورام لا في معهد الاورام عندنا ان احنا بنفتت البورتال فينتروبوزز بالريديو ثيرابي ستيل اون جوينج الريزلتس بتاعتها نون بابليش تمام الست كانت يعني ناس كبيره وبرشا الريد برانش مقفول تماما نتائج مذهله يعني بقول لحضرتك هو الراديو ثيرابي دلوقتي احنا يعني عندنا الحاجات بتقول مظبوط فعلا وده الكلام الجديد دلوقتي بتاع البارشال ثرومبوز وابتدوا يتكلموا في حكايه البارشال ثرومبوز ده انترناشونالي وفي نفس الوقت اوريدي ابتدوا يتكلموا على ازاي نفك الثرومبوزز بالراديو ثيرابي مش راديو فريكونسي ابليشن راديو ثيرابي جهاز راديو ثيرابي من بره طيب كونترا انديكيشنز تو ترانس تو التيس يعني تشايلد بوسي توتال بلوبل مور ذان 3 وبورتال فين ثرومبوزز جينا بعد كده قالوا طب ما تيجوا ندي راديو ثيرابي زمان كان الراديو ثيرابي كنا نعمل الراديو ثيرابي عباره عن ايه؟ القنبله النوويه اللي حصلت في هيروشيما بتطلع راديو اكتف ماتيريال الراديو اكتف ماتيريال دي قلنا نسخرها زي الاكس راي قلنا نسخرها ان احنا نضرب بيها التيومرز ودي كانت بدايه الراديو ثيرابي في الاول وقنبله هيروشيما كانت هي البدايه الحلوه لان احنا اكتشفنا الراديو ثيرابي فلما عملوا الراديو ثيرابي زمان كان بيجيب الراديو اكتف ماتيريال تفتح عليه بوابه الرصاص يرمي الشعاع على بطن العيان ونقفل فما كانش بيعمل حاجه خالص كان بيحرق الجلد كان بيبوظ الكلى كان بيبوظ الكبد كان بيبوظ القولون بهدل الدنيا بعدين عملنا لينير اكسلريتر فاللينير اكسلريتر بقينا نقدر نوجه الشعاع على حته معينه بس ستيل اللينير اكسلريتر ما ادانيش القدره ان انا اقدر ادي على البوينت بس كنت بحرق حواليها بس ما بحرقش الجلد بعدين طلعنا ال 3D كونفورم بقى الجهاز يرسم التيومر ان 3D ولو شفتوها حاجه ماربلز مرعبه تلاقي التيومر مرسوم قدامكم على الشاشه مرسوم بالانفلتريشن بانل بتاعته كله والراديو ثيرابي ماشين بتدي على الرسمه اللي موجوده راحوا طلعنا لنا حاجه احدث قال لك الستيريوتاكتيك بودي راديو ثيرابي ده هي كان بين بوينت لغايه نص سنتي يضرب نص سنتي بس اونلي ويسيب اللي حواليه مفيهوش حاجه وده الاس بي ار تي وده لسه ستيل براند نيو ان اونكولوجي مش هيباتيتس كارسينوما بس يعني الاس بي ار تي ابتدوا يدخلوها في الهدى النجم في الهيباتيتس كارسينوما في ستاديز لسه مش بتلاقي ده يا فندم سيفتي مارجنز حضرتك ان 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 مش عايز اقول لحضرتك ان مليمترز بتتكلم سيفتي مارجن مثلا 1 اوف 2 مليمتر ده الستيريو تاكتيك بودي ريديو ثيرابي نيجي بقى للسيستميك ثيرابي وده اشهر دواء عندنا اللي احنا شغالين بيه اللي هو السورافيليب او النكسابار which by the way I don't like
systemic therapy is only for patients with extensive disease, not amenable for local disease control. يعني عندي العيان فشل كارسيلوما وبقى متاستاتيك للون. هي فرحتي هعمل كيمو امبوليزيشن فور وات؟ ما هو المتاستاسيس راح خلاص. احنا اللي بنحاول نعمله اكونترول ذا ديزيز لوكالي بالكيمو امبوليزيشن سيروتكتيك بودي ريدي ثيرابي او ريدي فريكوينت سيرفيشن. انما هيباتوريك كارسينوما وذ متاستاسيس تو بون وكان عندي عيان البون بتاعه كله مليان متاستاسيس طب هعمل له كيمو امبوليزيشن فور وات؟ وات ام اي ايمينج فور؟ وكان في كلام جديد جه ان التيومرز كنت لسه بنتكلم ورا ان التيومرز بتعتمد على حاجه اسمها فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور او فيجف المشهور. فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور ده يفرزه التيومر عشان يقول للجسم نزلوا لي نيو فاسكولاريزيشن عايز دم كتير عايز اكل. فبالمنطق لو انا فكرت لو قفلت انا الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور منعت ان الاوردر ده يروح للجسم يطلع غذاء او نيو فاسكولاريزيشن فبالتالي التيومر هيموت غير اكل. طلع الكلام الجديد اللي طلع ان حضرتك لما تعمل كيمو امبوليزيشن في ميتاستاتيك ديزيز حضرتك فعلا قفلت له البلاد سبلاي ثانك يو سو ماتش زودت لي الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور في الميتاستاسيس فحضرتك قفلت هنا وزودت الميتاستاسيس كبر ليه؟ لان حولت كل الغذاء للدوتر سيلز. تمام؟ طيب ستاندرد كيمو ثيرابي ارجوكوا ذير از نثينج كولد كيموثيرابي في فاتشر كارسينوما. كل الكلام ده كان زمان قوي 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 من الفراعنه. لكن كيموثيرابي في فاتشر كارسينوما داز نوت اكزيست اني مور. لا زيلودا ولا سيسبلاتين ولا اوزالي بلاتين ولا جمزار ولا اي ولا انفيوجن اوف 5 افيو ولا حاجه. ملوش دور خالص غير ان العيان ان شاء الله هياخد السايد افكتس والديزيز هيزيد اكتر. النكسابار او السورافينيب ده اورال مالتي تايروزين كاينيز انهبيتر تي كي اي. ده بيعمل ايه؟ بيسبرس التيومر بروليفريشن. هو عباره عن التيومر بيجي له خليه انه بيحصل له اكتيفيشن من حاجه اسمها السيل ريسبتور بره على السيل ممبرين بيعمل داون ستريم كاسكيد يهيج النيولاي تبتدي الخليه تتقسم بسرعه. وفي نفس الوقت بيفرز ده التيومر بيفرز الفيجف اللي كنت بتكلم حضراتكم عليه فيزود الفاسكولاريزيشن. ميزة النكسابار انه بيغطي الاثنين بيقفل السيل بروليفريشن وبيقلل النيو فاسكولاريزيشن. الكلام ده كان في الشارب ترايل امبروفد الاوفر اول سرفايفل كومبيرد تو بلاسيبو. بس البيشنتس في الشارب ترايل دي اللي جابت الابروفل للنكسابار او السرافين في الاتش سي سي كانت بس على تشايلد بول. وكان في كنت بكلم مع دكتور احمد الكلام مع دكتور احمد ان في كلام جديد على ان هما بيتكلموا على early child COB بس لسه نوت في الجايد لاينز بتاعتنا. تمام؟ زي ما وريتكم ده سورافينيب ان كومبير تو بلاسيبو. بلاسيبو يعني بيجيبوا حاجه شبه نفس الدواء بيدوه للعيان قرص بنادول بس شكله شبه قرص النكسابار عشان يبقى في حاجه اسمها راندمايزيشن الدكتور ما يعرفش مين خد ايه عشان ما يبقاش فيه بايس. مبقاش واحد قريبي داخل الاستادي اديله نكسابار وواحد معرفوش اديله بنادول. فبيعملوا حاجه اسمها انكومباريزن تو بلاسيبو دبل بلايند لا الدكتور عارف ولا العيان عارف هو بياخد ايه. وقارنوا الاثنين لقوا شايفين السرفايفل قد ايه؟ فرق من 7.9 مانث ل 10.7 يعني بنتكلم في 2.8 مانث كفرق. يعني انا بدي العيان ده 30,000 جنيه في الشهر عشان خاطر ازود السرفايفل 3 شهور. يعني ايه ازود السرفايفل؟ يعني اللي خدوه عاشوا 10 شهور و7.7 واللي ما خدوهوش عاشوا 7 شهور 0.9 اولموست 8 شهور. هل في 1000 جنيه؟ طب يا دكتور الراجل حقه يعيش. طب تعالى نبص على السايد افكتس قبل ما نقول العيان حقه يعيش. بلاد بريشر بيطير في السماء. ليه؟ اي حاجه معلومه لحضراتكم اي حاجه ضد الفاسكولار انديفيليال جروث فاكتور بتعمل هايبرتنشن. خلاص؟ الصوره دي معناها ان هو بيعمل بانسايتوبينيا انيميا ثرومبوسايتوبينيا نيوتروبينيا دايريا. العيان بيجي يرمي العلبه في وشي ويقول انا مش عايز اكمل الدواء. سكين راش والمنظر اللي هو الهاند اند فوت سيندروم. العيانين العيان بيجي ما بيعرفش يمشي ما بيعرفش يمشي ما بيعرفش يدوس على الارض زينا. وكل ده عشان متاسف عشان ايه؟
يعني هتعرض العيان ده كله عشان الثلاث شهور ان شاء الله او الشهرين بوينت 8 اللي هيعيشهم ان شاء الله هيعيشهم بضغط عالي سكن راش عن الفوت سيندروم دايريه. هل حضراتكم شايفين بقى ان الدواء ده كويس لطيف ان انا اديه للعيان؟ يعني هيعيش لي ثلاث شهور في كده. للاسف يعني ما في الاخر هيخش في ليفرسال فيلير ويداي هما الاثنين نفس الحاجه. تمام؟ طيب in conclusion HCC is an aggressive disease. Screening may allow cure if detected early and managed early. Local control is the mainstay for management of fat cell carcinoma. برضو we need more trials with newer drugs to improve the overall survival. Thank you so much. صراحة يعني حطت نقط فوق حروف كتير وان شاء الله باذن الله يعني هيوعدنا ان هو يستمر في هذا الدعم يعني يعني اي سؤال بقى دكتور احمد هو بس انا حابب ان بعد الكلام الجميل اللي الدكتور احمد قاله ان احنا نوصل للناس ان الاتش سي سي ده كيورابل مالجنت ان العيان ممكن يتعالج منه ويشفى تماما وفي اوبشنز كتيرة موجودة الدكتور احمد اتفضل وقالها ان يحصل تردد حراري او يحصل الكيمو بدرزين انا مش عادي على وقت اللي وريتها دي ما هو لو انا مسكته بدري وعملت السرجري خلاص ثانك يو سو ماتش اللي عايز كيمو بدرزيشن اللي عايز نكسفار اللي عايز سايد افكتس اللي عايز اي حاجه خالص السرفايفر اللي وريتكم بالجراحه 70% لسه مستشفى الهرمون حضرتك معلش استنونا لغايه اخر السنه لان احنا عندنا احنا كل اللي شغالين عليه الاوت بيشنت بس ما عنديش ان بيشنت ما عنديش جراحات داخليه لسه جراحات انا بقى اوت سورس في مستشفى الاقصر الدولي لسه والجراحين بتوعنا الاستشاريين كلهم من معهد الاورام بس للاسف ما عنديش الاوض بتاعتي الاوض بتاعتي بتخلص اوريدي واحنا بنتكلم دلوقتي بنشتغل كل يوم فيها احنا المفروض الوعد باذن الله على اخر السنه دي ان شاء الله هنبقى فاتحين كل الكلام ده وعايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا في بيت سي تي جاي لنا بس اللي انا نسيت اذكره بعد اذنكم بيت سي تي هاز نو رول في الهيبرشال بيرسونال زيرو رول بس في الميتس سوري في الميتس في الميتاستاسيس ولا حتى في بص بي انا شفت الفاليسيز بتاعت البيت سي تي احنا كان عندنا عيالها كانسر اوفري بيت سي تي ابسولوتلي فري فتحوا بطنها البيريتونيوم كله العيان عنده لاسلك ليمفوما يعني انا يعني بعمل له انذار يعني مالجنت انسر واضح تمام فاكتر من مره بيوبسز وتتحلل ونورمال فاعترضنا البيت سكان طلع نورمال فانا بصراحه يعني طلبت له اي او اس طلعت هي طلع طبعا من الفورس اللي هي فكانت انا بقول لحضرتك واتعمل لها بيلو كيمستري يعني بليز اللي انا عايز اوصله ان بس هي دي غالبا هتبقى حاجه اسمها اندولنت ليمفوما يعني زي مالت ليمفوما اللي هي ما بتنورش قوي في البيت سيتي بس عامة البيت سي تي مش الاختبار السحري اللي احنا اخترعناه خالص. وكان في عيان اتش سي سي اللي هي السبلاكسور بتاسس كنت بتكلم عليها ما جاتش الا بيه فعلا يعني هو اللي شافها البيت سي اوكي انا يعني انا ما بقولش انا مش ضده خالص بالعكس هو في الليمفوما از ذا مين سي ده انا قصدي ان البيت سي كان افضل في الفولو اب من ان هو من الايرلي داي في الفولو اب بس في الليمفوما تمام يعني في الليمفوما البيت سي تي دي جايد لاينز خلاص انا سوري يعني وير نوت ديسكاسينج هو يشتغل مش غلط ده في الهوتشك الليمفوما قبل ما ابتدي تريتمنت في نص التريتمنت بعد ما خلصت التريتمنت في النان هوتشك في اول تريتمنت واخر تريتمنت انما استعمل مثلا لون كانسر لو انا عايز العيان امنبل فور سيرجري اعمل له بيت سي تي اشوف في اي حته ثانيه في جسمه اروح اعمل جوينج اون وذ السيرجري انما اشخص بيه هي بيت سيرك كارسينوما يعني زيرو نوت ايفن ريكومندد تو جاد اكشن تمام مش معنى برضه كلام الدكتور احمد السكريننج يا جماعه السكريننج فيري امبورتنت في حالات الاتش اس سي واحنا تحت ايدينا المدخلات بتاع المرضى بتوعهم يعني احنا دلوقتي عيني بتاعتهم اتش اس سي ان هم هاي ريسك فور اتش سي سي فاحنا حتى في التذكره حاولنا ندخل اي حاجه تبقى انديكيتور للعيانين دي لما ان شاء الله نقدر نوصل لاديكيشن دخلنا مثلا في فور دخلنا الالترا ساوند دوكيومنتيشن على اساس ان احنا بعد كده يبقى عندنا الداتا دي نقدر نسلكت العيانين اللي هم هاي ريسك اللي ممكن يدخلوا في اتش سي سي ونعمل لهم انفكشن وسيرجيكال تريتمنت 70% عايز حضرتك برضه انتوا هنا ماشيين من مبادئ وورلد كلاس سنتر ما طلعوا انتوا احنا نطلع كلام احنا بنسمع كلام الانسيدنس عندهم قد ايه؟
5% عندنا 90% او اكتر. انت هو في التريتمنت نفسها انت لازم تعمل موديفيكيشنز لان هو شغله كله على التايبس اللي عنده الجينو تايب بالظبط. وحضرتك لسه موضح لنا النهارده او ليا انا كاونكولوجيست ان الجينو تايب 4 هو اعلى حاجه. انا كنت ما اعرفش الكلام ده يعني. انا بالنسبه لي متاسف كل الجلال سي فايروس بالنسبه لي هو ايه السي يعني في مفاجاه بقى معاكم بالكلام بتاع ان ما حدش عارف الكلام ده خالص. ان قدام اي شيء احنا بنتابع معاها بصفه شخصيه وناس وسطاء من ناحيه مصر قالوا لنا لو وصلت رقم معين هخليكم تحطوا الجايد لاين بتاع الاتش سي بس في بنت جيم تايب 4 واستكمالا الجايد لاين بتاع الاتش سي. فاحنا عاوزين بقى اهميتكم وعاوزين الابحاث الكتيره زي ما هنعمل مع شيف الطبان كده وده مجهود طبعا كل الناس اللي شغالين. فلو قدرنا نوصل لارقام معينه هم عاوزينها هيبقى احلى بكتير لما احط الجايد لاين بتاع التريتمنت ويبقى ده نصر عظيم لينا كمركز ومصر عموما. شكرا. شكرا دكتور.